وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم. نعم. وأستغفر لهم. إيه نعم، أستغفر لهم، هذا في القرآن، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.